خلال الندوة التثقيفية رقم 38 للقوات المسلحة، قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت لحظة تحدي قاسية على الشعب المصري، والمصريين رفضوا الهزيمة لما خرجوا لمطالبة الرئيس عبد الناصر بعدم التنحي بعد 67. هتكلم الأول، أقول الهزيمة إمتى؟ الهزيمة عندما تقبلها. الهزيمة عندما تقبلها. أنا عايز أقول لكم إن حالة الهزيمة كانت حدث هزيمة في الميدان العسكري، أنا بتكلم على 67. لكن خلي بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريون 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. أنا عايز أقول إيه؟ ده كان أمر بالنسبة للواقعة، الواقعة الهائلة بتأثيرتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الأمة العربية كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا، ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن في ناس كتير يقول لك إيه دي كانت مترتبة، دي كانت مترتبة الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا إن مش قابلين الهزيمة والجيش خلصان والإسرائيليين موجودين في سيناء كلها. إذن أول نقطة عايز أقولها لكل من مهتم بالقضية وعايز يعرفها، القضية مش بدأت في 73، القضية بدأت في أعقاب الضربة، في وسط حالة الألم والهزيمة خرج المصريين وقالوا لا إحنا مش هن، واستحملوا من 67 ل 73 ظروف هائلة وضخمة على كافة المستويات. صحيح كان في دعم عربي، لكن كل موارد مصر تم تخصيصها لصالح المجهود الحربي. ولكم ان تدركوا ان الشعب المصري في الوقت ده كان يعني بيخرج يجيب حاجته بالطابور. للناس هي القضيه بتاعت الوعي اللي انا اقصدها ايه، ان غياب المشاهده، غياب الحضور اللي بيتكلم غير اللي عاش، فانت عايز تقول اللي بيسمع انت ما شفتش ده، لازم حد يدوقهم، يعني يدوقهم بالحكايه بعمقها، حجم الجهد والاصرار اللي حطوه المصريين عشان رفضا للهزيمه. وانا عايز اقول لكم ممكن يكون الكلام ده ادهش الاسرائيليين نفسهم، كانوا متوقعين ان الموضوع ده هيترتب عليه ان فعلا هيخرج من المشهد في مصر رئيس مصر. وهقول للناس في مصر تعرف ان كان انا في تقديري، ويمكن ستلاقوا طلع هيبقى يعني ياخد ودي معايا في دي، انا كنت بعتبر ان احد عناصر قوى الدوله الشامله في مصر في ذلك الوقت هو شخص الرئيس. وبالتالي كان تحدي آخر في سنة 70 عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر. ده كانت ضربة كبيرة جدا جدا، وكانت قاسية جدا جدا على وجدان الشعب المصري.